رجل لا يعرف آية في كتاب الله، لا يعرف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي إليه رجل ويقول: ربما يأتي الشهر والشهران وأنا فاقد للماء، ما عندي ماء، ماذا أصنع؟ فقال له الرجل: لا تصلي، ما يحتاج تصلي، هذا مو مكتوب في كتبنا في تواريخنا، هذا في كتبهم، راجعوا الغدير المجلد السادس من الغدير كل مصادر. قال: لا تصلي، ما يحتاج. يجهل آية في كتاب الله: ولم تجدوا ماء فتيمموا. هاي آية في كتاب الله، مو حديث حتى يقول أنا ما سمعت، يقول لا ما يحتاج لصلي. رجل لا يعرف آية التيمم، رجل لا يعرف حكم الإرث وهو ثابت في كتاب الله، رجل يصعد فوق المنبر ويقول: لا يحق لأحد أن يزيد في المهر على 400 درهم. أي واحد زاد على 400 درهم، هذه هي الدرة. فتقوم إليه امرأة وتقول: هذا يخالف كتاب الله، الله يقول: أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فيقول الرجل: كل الناس أفقه منك يا فلان، حتى المخدرات في الحجاب. وفي لفظ آخر: كل الناس أفقه منك حتى النساء. العلامة الأميني رحمة الله عليه ذاكر عشرات المصادر لهذه القضية في الغدير. هذا مستوى الرجل، لا يعرف آية من كتاب الله، امرأة أفقه منه. وعلي صلوات الله عليه الذي يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني مو في الطب في الحديث فقط، في القرآن فقط، في العقائد فقط، في أي مجال من المجال. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه علمه ما اقتصر على علوم الدين، على علم الفقه وعلى علم الحديث وعلى علم العقائد. الإمام صلوات الله عليه تناولت دائرة علمه ومعرفته جميع العلوم. الإمام صلوات الله عليه كان سابقا لعصره. الشاعر يقول: ولدت في زمن لم يعرفوك به، وكل جيل يحيل الفهم للآتي. ما فهموا علي إلى هذا اليوم، لم يفهموا عليا صلوات الله وسلامه عليه.